عمدة الأحياء في كل المدن كان لهم أدوار وأعمال بالسابق، لكن مع مرور السنوات ضعف هذا الدور أو صار مختفي ما بين مشاكل يواجهونها، أرجعها البعض للعمد أنفسهم والبعض أرجعها لضعف اللي يتقاضونه. بس نبغى نشوف هذا التقرير ونرجع من ثاني نتكلم عن هذه القضية بتفصيل أكثر. العمدة أو كما يطلق على شاغلها أب بدوام كامل، صفة رنانة ومركز له هيبته وأهميته الكبرى، لا يكاد يخلو منه حي من الأحياء في كل المدن منذ فترة ليست ببعيدة. كان العمدة الأب الحاني للحي، مستمعا لمشاكل الناس، مصلحا اجتماعيا، أيضا مستشارا دليلا لكل تائه من سكان حيه. مع مرور السنوات تراجع دور العمدة ليقتصر على القيام بالتصديق والتوقيع على بعض الأوراق الرسمية، بعد أن كان العمدة ضابطا أساسيا لإيقاع الحياة اليومية. طرفان فسر ذلك، طرف يقول بأن العمد هم من جعلوا دورهم يقتصر على ذلك، طرف آخر يقول براتب ضئيل لا يكاد يقبض باليد، ماذا أفعل؟ ينضم لي هنا في الاستوديو العم فالح العتيبي عمدة حي الحزم وادي راب في الرياض، وأيضا معاي من استوديوهاتنا في مكة سامي معبر أحد عمد الأحياء بمكة، ومعنا من استوديوهاتنا في حائل فيصل الجبرين أحد عمد الأحياء في حائل. حياكم الله جميعا. أخوي فالح كيف الشغل؟ الحمد لله. ما في ذاك الشغل عندكم؟ لا فيه الشغل، لا فيه الشغل، بالعكس من أول كان فيه شغل ولا لام في عمل. وش عندكم الحين؟ وش تسوون؟ وش نسوي؟ نسوي كل الأعمال اللي ممكن أنك تتصور أن نقوم فيها حن نقوم فيها، سواء كانت أمنية، اجتماعية، إدارية، لعلاج مشاكل للأحياء، ايه؟ للسكان، بين السكان، ايه؟ بس أنتوا بالشرطة دوامكم؟ نعم، ايه؟ صحيح. ولذلك الشغل كله يجي الشرطة ما يجيكم؟ يعني ما في واحد عنده مشكلة يقول بروح عند العمدة؟ هذه أحد المشاكل اللي قد تكون أضعفت من دور العمدة. من دور العمدة، وجود العمدة في مركز الشرطة قد يكون من العوامل اللي أدت إلى عدم بروز دور عمد الأحياء. إيه. طيب وش اللي الواجب يكون؟ وين يكون؟ يكون عند بيته فرضا؟ مفترض أن فيه نظام صدر مرسوم ملكي للعمد. إيه. هذا النظام نص على أن يكون للعمدة مقر رسمي يتوسط الحي، يتوفر فيه كامل الوسائل المساعدة للعمدة من عاملين، من أجهزة حفظ، من وسائل تنقل، من اتصالات. لكن أنتم لازلتوا بالشرطة؟ لازلنا بالشرطة. طيب. لحد الآن أنا أروح لسامي في مكة. سامي، الآن الوضع عندكم كيف في مكة؟ نفس الوضع في الرياض أنه أنتم تداومون في مركز الشرطة ولا يعني في الحارة مع السكان؟ أولا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بعد أنا يعني نحن في مكة نداوم في مكاتب خاصة بنا، ما نداوم في مراكز الشرط. وفي بعض العمد هيئت لهم بركسات ومواقع من قبل الشرطة وأمانة العاصمة المقدسة. وفي بعض العمد لا زالوا مستأجرين محلات، زي أنا عندي محل مستأجر في وسط الحي ومستأجر على حسابي الخاص، وبيقوم بعمله من خلاله، زي مكتب العقار كذا، شكل المكتب اللي انت فيه بالضبط. بالضبط. بس تشتغل في عمدة ومكتب عقار؟ لا، ما في عقار. نشتغل في يا دوب نخلص نشتغل عمدة. ايه. طيب احنا الحين جلسنا اخذنا من الشيبان الكلام، بس فيصل جبرين احد الشباب في حائل. فيصل، ايش الوضع عندكم في حائل؟ كيف العمدة؟ حياك الله ومساك الله بالخير. من النور. وضع العمدة لا يخفى على الجميع، تقلص. أي. تقلص لدرجة يعني أصبحت تصديق على الأوراق الرسمية فقط. أي هذا يعني اللي أقوله. إيه يعني لا ما في له دور أساسي شو اسمه بالمجتمع أبدا نهائيا. بعد شو أقول؟ أنت يعني الآن وش عملك فيصل؟ وش تسوي؟ وين تداوم؟ عملي وعمل الجميع الظاهرة أتوقع العمد بالمملكة. تصديق الأوراق،
لا أكثر ولا أقل، والمطلوب من الجهات الحكومية سواء إحضار أو يعني شغلتين ثلاث فقط لا أكثر ولا أقل. تداوم بالشرطة؟ أي نعم، نداوم بالمركز، وما عندنا أي مبنى خاص بنا على ما نص النظام. إيه فقط. بس طيب وش مطلوب منك عشان تصير عمدة؟ وش اللي سويته عشان تصير عمدة؟ شلون يعني؟ أنت وش اللي يعني السيرة الذاتية عشان تصير عمدة؟ وش اللي كان مطلوب منك عشان تكون في هالمكان؟ في كانت شروط وضعها الأمن العام، وكانوا في مرشحين. إيه؟ واحد اثنين ثلاثة، ولله الحمد تم ترشحت أنا بعد المقابلات. إيه؟ من إيه وتوظفنا عليها. طيب نعم. فالح، إذا جينا نتكلم على وضعكم الآن، إنه أنتم ما صار عندكم ذاك الشغل والمقابل المادي قليل، ها؟ وش اللي ممكن يخدم العمد يرفع من مكانتهم الوظيفية؟ أنا أعلق قبل ما أعلق على النقطة هذه، أعلق على الكلام الزميل اللي يقول إن العمد ليس لهم دور إلا توقيع الأوراق. إيه؟ هذا يعني قد يكون الزميل اختصر فيه كثيرا، بالعكس العمدة له دور. صحيح أن الدور اللي يقوم في العمدة الآن يعتمد يمكن على جهود العمدة الشخصية. إيه؟ العمدة اللي يريد يعمل ويختلط مع المجتمع ويعرف مشاكل المجتمع. إيه؟ يحل، وعنده مشاكل كثيرة. وش المشاكل؟ مشاكل إصلاح ذات البين، البحث عن الناس أصحاب الاحتياجات المادية اللي عندهم مشاكل، يرفع للضمان الاجتماعي، يرفع الجمعيات الخيرية. يسمعون منه؟ والله لو أقول لك يسمعون أكون أعطيتهم أكثر من حقهم، لكن لا، يسمعون بالتأثير العلاقات الشخصية، يعني معرفتك فيهم وكذا. أما عمل كعمل مؤسسي أنني أنا جهة رسمية أخاطبك كذا، فهذه مشكلة نواجهها في جميع الدوائر وليست عند الجمعيات الخيرية. طيب أستاذ سامي معبر من مكة، الفكرة أنه دائما العمدة هذا يعني حمال الأسية، لو يصير غلط بتتحاسب، ولو يصير صح فيقول لك هذا الواجب، هذا صحيح موجود؟ لا شوف، أنا أيد أخوي صالح. إيه؟ في كلامه أنه ترى نحن عندنا في مكة العمد لهم دور كبير، ترى اجتماعي وأمني، ولهم مشاركات في الظواهر السلبية ومعالجتها، ولهم مشاركات في إصلاح ذات البين. بالرغم من كل الكلام اللي يقال، لكن العمدة في مكة ترى لا زال قائم بدوره ولا زال له مكانته. صحيح ما هي المكانة الأولى إلا كانت قبل مثلا 25 سنة، ولكن زي ما تفضل أخوي صالح، العمدة هو المفترض اللي ياخذ مكانته ويبني. أيوة. مكانته. بس يا أستاذ سامي، العمدة زمان يعني جالس بالعمة وفي المركز والناس حوله وحوله موظفين يشتغلون معاه من الحارة، الحين أنت مكتب عقار. لا هو ما هو مكتب عقار، الله يسلمك أخوي، يعني قريب. طيب أنت الآن أنت شايفني أنا بالعمة، أنا الآن جيت من المكتب وجيت على الاستديو. إيه وأنا بالعمة. كلام. وعندي أنا ما أقول العمة، أنا أقول أول الشخصية كانت يعني شخصية العمدة في الغربية تختلف عن أي مكان، والمناطق الأخرى أخذت العمدة من الغربية، لكن الآن قل شوية يعني الوهج حق العمدة هذا. صحيح صحيح، هذا قصدي. أنا صحيح، لا اختلاف الأجيال، يعني الآن الشباب ما هم زي أهل كبار السن أو اللي هم مثلا تعدوا الأربعينات، هذول اللي يفهموا ايش مكانة العمدة وايش هو العمدة. لكن الشباب لا، للأسف ما هم عارفين يعني ايش حكاية العمدة وايش يسوي العمدة، ايش يفعل العمدة. انا عندي مركز، انا عن نفسي عندي مركز نجتمع فيه من الحي، وتتعالج فيه مشاكل مجتمعية كثير، يعني ابن عاق لأبوه، أبو يشتكي ابنه في يعني هذه من اقرب الوسائل مثلا او الاشياء اللي احنا بنعالجها، وانا مركز الحمد لله قائم، وفي كثير من زملاء العمد في مكه كلهم من بعد صلاه العشاء تيجي تحصلهم قاعدين في مراكزهم وفي محلاتهم. وتحصل دائما عندهم يعني من اهل الحي، اعضاء من اهل الحي حولهم ومعروفين. طيب فيصل الوضع عندكم
بحايل انك انت تداوم بمركز الشرطه وتطلع من مركز الشرطه اي وقت، ما حد يقول لك وين انت رايح، لانه اصلا ما عندك الا تصديق لبعض الاوراق الحكوميه. كيف ممكن يتطور وضعك خصوصا ان اللائحه ما تغيرت من 30 سنه؟ اللائحه هي مشكلتنا. ايه الان فيه مرسوم وزاري حدد ووضع جميع الفقرات اللي تهم العمدة، لكن ما تم تنفيذه. الآن كيف يعني أغلب، هذه معلومة جديدة، أغلب العمد، عمد الأحياء تقريبا في المملكة العربية السعودية أغلبهم مستخدمين. يعني على واحد مستخدم. اي انا مستخدم الان على 31. الزملاء عندك في عمد مدينة نجران الأغلبية 15 عمدة على بند المستخدمين 31 32 33. ايه يعني إذا توظفت بيتغير الحال؟ شلون؟ إذا توظفت أو ترسمت بيتغير الحال؟ أكيد ما بيتغير. أنت تقولي أنا ما عندي إلا بس إني أختم لكل واحد يجيني إنه هذا ساكن بالحي ونعرفه. هذا اصلا يعزز منك انك انت تفعل الخير، انت تحل المشاكل بين الشباب الحاره. ايه اما اذا كان مدخولك ضعيف جدا، ايه كيف تبيني ابدع يعني، او كيف تبيني اتفرغ اخصص وقت للمشاكل الحاره؟ ايه لو فيها دفع مبلغ، دفع شيء، اصلاح ذات البين. ايه يتطلب متطلبات، ما هو طيب كلام. طيب اخوي فالح، الان العمده لازم يعرف سكان الحي، انت صحيح. عندك الحازم ودراب، الحازم ودراب ديره. لا ليس الحازم ودراب الوحده، بالعكس انا اغطي مساحه المنطقه 15 كلها كامله. طيب كم سكانها يعني بالحزم؟ سكانها يمكن يصلون الى 100,000 او اكثر. طيب وش يدريك ان هالرجال عندك بالحي؟ صحيح، وهذه من العوائق اللي احنا نواجهها ونطالب في تحسينها، لان من اول سابقا العمد في الزمن الماضي كانوا يعتمدون على المعرفة الشخصية وعلى الجوار، وفلان يعرف فلان فلان، وكان المجتمع صغير. الآن المجتمع أولا توسع، وثانيا أصبح متحرك. طيب السكان صاروا متحركين. كيف تعرفهم؟ نحن نعرفهم، عندنا بيانات. ايه؟ نأخذ بيان، عندنا استمارات عندما يجينا معدة، وعندنا برنامج في الحاسب في الجهاز، ندخل بيانات الرجل هذا، صك بيته، اسم الشارع، رقم المنزل، عمله، تعريف من العمل. هذا بالنسبة للمالك. بالنسبة للمستاجر عندنا استمارة نعيدها إلى مكتب العقار، ونقول لمكتب العقار سجلنا فيها البيانات المنزل، ختم عليها أن الرجل لا مستاجر ما عندك، وأن عقدك صحيح، وهذه نرفقها عندنا استمارة، وبناء عليه يصير له تسلسل عندنا. صحيح أن الناس إقبالهم على الشيء ذا ويتذمرون منه، لأن الناس نظرتهم للعمدة يعني أن يجيك بس واختم بي، وهذا ما هو صحيح. طيب هو يعني هو كلامه صحيح، يقول لك بس اختم وخلص. لا ما هو صحيح. انت تجيني بوثيقه الان مكتوب فيها اصل ومنشا واسامي وبيانات، انا اتحمل مسؤوليتها، لابد من تدقيقها. الان عندي شخص بيسجل في قطاع عسكري، عنده دفتر هالكبر يعبي وانت تصدق واسم امه وجده وخاله وسلاسلته كل ابوهم اللي من قبل 100 سنه، ويقول اني عمده اصدق عليهم على مسؤوليتك. طبعا هذه ما هي بالسهوله اني اختم وانا مغمض. طيب لابد من بيانات توثق الشيء. العمدة كيف اقدر اوصل له في الرياض ولا في المنطقة الشرقية؟ كيف اقدر اوصل له؟ بس اروح مركز الشرطة اقول وين العمدة ويعطوني اياه؟ كل ما بيعطونك العمدة له مكتب موجود في مركز الشرطة. ايه موجود دوام معين، هذا الشيء. الشيء الثاني اغلب العمد منازلهم معروفة، واتصال السكان فيهم في المنزل اكثر من اتصالهم في طيب. مركز الشرطة. عم سامي كيف ممكن نطور دور العمد في المنطقة الغربية؟ نحن يا عزيزي ويا اخي الفاضل، نحن جميع عمد مكة عندنا برنامج على الحاسب الآلي. ايه ندخل في بيانات الساكنين سواء كانوا سعوديين أو مقيمين، مستاجرين أو ملاك، لابد تسجيلهم لدينا في الحاسب الآلي. وعلى ضوء ذلك ممكن نزوده بتعريف، ممكن نزوده بأي تصديق. ايه زي ما تفضل أخ صالح، بس يكون أساسا مسجل لدينا في الحاسب. وحتى كمان احنا عندنا زيادة على ذلك، عندنا عقود الإيجار لابد تصدر من مكاتب عقار معتمدة ورسمية. طيب وتكون لديها نظام شموس التابع لوزارة الداخلية. طيب فيصل، الوضع عندكم الآن كعمد، انت تقول بس ان احنا قاعدين ان نختم أوراق ونخلص بعض الشغل البسيط، تثبيت عمد الأحياء،
بماذا سيعود على الساكنين في هذه الأحياء؟ تثبيته في وظائف. تثبيت العمد يعزز دوره الفعال بالمجتمع. الآن أنت راتبك قليل، إمكانياتك قليلة كعمدة، النظرة لك كعمدة أنك رجل هالحي هذا. صحيح. يعني لك مسؤولية اجتماعية تجاه الساكنين بالحي. ففي مطالب تدخل فيها الظروف المادية 90%. طيب يعني ما عندك مجال انك تقدر تدخل معهم او طيب. تشارك هموم البعض الاسر. يعني انت وضعك ضعيف. صحيح. كيف تبيني يعني اقدم لسكان الحي شيء افضل؟ طيب انا شاكر طيب. لكم مقدر من حايل فيصل جبرين احد عمد الاحياء في حايل، وايضا العم سامي معبر من مكه المكرمه احد عمد الاحياء. العم فالح، بس باختصار ابغى منك تعطيني الشروط الواجب توفرها عشان اصير انا عندك موجود كعمدة حي، اقدر اجيك تختم لي الاوراق اللي احتاجها. يعني كساكن في الحي. ايه. اي اطلب منك اثبات السكن. ايه. كسك البيت مثلا. ايه. عقد الايجار. ايه. اسم الشارع، رقم المنزل، العنوان الوطني. ام. سجلها في بيانات وتصبح ايه؟ ايضا من سكان الحي. خلاص. هذه البيانات. انا شاكر لكم مقدر، والله يكون بعونكم. هذه ملاحظات اكثر بدنا نقول، بس انت يبدو عجل. انا شاكر لك عم فالح، يعطيك العافيه، ولا بد نطرح الموضوع ان شاء الله ثاني مره، بس عندنا قضايا بعد واجد اليوم. شكرا جزيلا لك. الله يحفظك عم فالح، شكرا لك.